نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuru Allah Ta'ala al-yawma nahnu najtami'u fi hadzal makan fi Sri Hartamas fi al-madrasati An-Nur. Fa nas'alu Allah Ta'ala insyaallah an yubarik hadhihi dawrah. Naam. Wa ana masur jiddan al-yawma bi liqa'ina fa ashkuru al-muallimin fi hadhil madrasati bi hadha fi da'watikum iyaya في هذه الدورة لأنكم تريدوا أن تستعملوا كتاب اللغة العربية سهلة فأشكر الله تعالى كثيرا فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه حلقة ناجحة إن شاء الله في آخر ناجحة فيفيدنا في كيفية تدريس ودراسة اللغة العربية فنرجو إن شاء الله تعالى الطلاب كفي هذه المدرسة سيفهمون اللغة العربية جيدة إن شاء الله في المستقبل. وأنا أول مرة في هذا المكان أول مرة أنا أجيء هنا وأعرف بأن كثير منكم مدرسو اللغة العربية إن شاء الله وأنتم تعرفون اللغة العربية فقط الآن أريد أن أبين لكم إن شاء الله كيفية دراسة كيفية تدريس اللغة العربية مستعملا هذا الكتاب لغير الناطقين بالعربية نحن نعرف بأن طلابنا لا يتكلمون بالعربية يتكلمون باللغة الإنجليزية أو باللغة الماليزية نعم فطريق تدريس لغير الناطقين بالعربية يختلف قليلا نعم. فأنا من تجربتي من فضل الله تعالى إن شاء الله أحاول محاولة أن نجعل هذه حلقة ناجحة وأنتم تفهمون فإذا ما فهمتم فيمكنكم أن تسألوني إن شاء الله مباشرة قبل أن نبدأ كيفية تدريس ودراسة هذه الكتب أريد أن أخبركم بأن الطريق إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أنا سأتكلم أكثر باللغة العربية و فونايشا إن شاء الله تعالى أنا سأتكلم كثير باللغة العربية نعم فنحن نجعل إن شاء الله تعالى نبدأ الآن يبدأ الآن كي نحن نحاول بيننا أن نستعمل هذه اللغة نعم خاصة كمدرس اللغة العربية ونحن نستعمل هذه اللغة ليس فقط في الفصل وأيضا كي خارج الفصل نعم فأنا إن شاء الله تعالى أتكلم أكثر باللغة العربية فببعض أوقات أنا سأكون مدرس وأنتم ستكونوا طلاب يمكن لماذا؟ لأنني أسألكم أسئلة كفصل اللغة العربية نعم فأنتم تجيبوا أنا مدرس وأنتم طلاب فإن شاء الله تعالى في بعض الأوقات يمكن بعد انتهاء الكتاب الأول والثاني أنا أريد بعضكم يخرج هنا و يدرس يأخذ مكاني ويدرس الكتاب الأول ليس كل كتاب معناه
في الدرس الأول أو الدرس الثاني هذا، فأريد أن أرى كيف تدريس هذا الكتاب إن شاء الله. نعم، فنحن نذهب إلى الكتاب الأول أولنا. نعم، كتب اللغة العربية سهلة. نعم، الآن معكم 10 كتب. نعم، فنحن نبدأ من الكتاب الأول أولنا. أهم شيء كيف تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية، نحن ننطق أواخر الكلمات. نعم، نحن ننطق أواخر الكلمة كلمات. أنتم تروا إن شاء الله تعالى في الكتاب الأول في الصفحة الأولى، نعم، في الدرس الأول، نعم، الطلاب يدرسون الكتاب الأول أولا. لا يمكن الطلاب يدرسون الكتاب الخامس بدون الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع، لا يمكن. نعم، يجب على الطلاب أن يدرسوا الكتاب الأول أولا. هذا لماذا؟ لأن هذا أساس. وفي هذا الكتاب، في الكتاب الأول، الطلاب يدرسون أسماء للمذكر. نعم، لأن في اللغة العربية يجب علينا أن نبدأ من أساس. فإذا درسنا طلابنا بالفعل أولا فهذا صعب على الطلاب. نعم، لأننا نعرف جميعا هناك تصريف أفعال، في الماضي، في المضارع، وفي الأمر، فهذا أصعب على الطلاب. ونحن ندرس من أسماء أولا، نعم، كما في الصفحة الأولى، فنبدأ باسم إشارة هذا. نعم، هذا باللغة الماليزية معناه إني، هذا إني. نحن مدرس اللغة العربية نحن ننطق أواخر الكلمات. نعم، إذا درسنا طلابنا فنحن نقول هذا كتاب. نعم، هذا كتاب، لا ندرس الطلاب هذا كتاب. نعم، ندرس الطلاب هذا كتاب، نحن ننطق أواخر الكلمات. هذا مهم. لماذا؟ لأن هناك أسباب. في المستقبل الطلاب يدرسون مفعولا به ومضاف إليه وأشياء كثيرة في المستقبل من قواعد اللغة العربية. فأيضا نحن نعرف الكتب، كتب اللغة العربية ليس له شكل، فالشكل في أواخر الكلمات يعطي معنى. إذا قلنا مثال ضرب المدرس حميدا وضرب المدرس حميد، فمعناه يختلف. الفاعل المدرس في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية هنا حميد هو فاعل. فنحن ننطق أواخر الكلمات ونحن ندرس الطلاب هذا كتاب. ونحن لا ندرس قواعد اللغة العربية طلابنا مباشرة. لا نقول مثال هذا كتاب، يبدأ من أول كتاب هو خبر كمرفوع وعلامة رفعه ضمة. لا، ليس هكذا. الطلاب يفهمون قواعد اللغة العربية من استماعي. ودائما نقول هذا كتاب، هذا قلم، هذا دفتر. فالطلاب يعرف إن شاء الله تعالى في أواخر الكلمات هناك ضمتان، هذا كتاب. نعم، هذا قلم، كهذا مقص، كما في الصفحة الأولى. في الصفحة الأولى مثال في الفصل، كم طالبا في الفصل هنا؟ تقريبا يمكن 10 طلاب أو 40 مثل هذا. فإذا كان الطلاب قليل في الفصل 10 طلاب هذا أحسن، لكن إذا كان كثير كيفية يمكن تختلف قليلا. في الصفحة الأولى مثال نحن نقرأ أولا، نقول هذا كتاب، مثال هذا دفتر، هذا قلم. نحن نقرأ أولا ثم بعد هذا الطلاب يقرأ. فكيفية قراءة الطلاب؟ نحن نقول مثال الطالب الأول أنت اقرأ وهو قرأ كتاب. مثال أنت اقرأ، مثال هذا كتاب أنت. نعم، مثال نعم أنت، نعم أنت، نعم، هكذا. والطلاب يقرؤون.
Nah, fil fasih at-tullabu yaqra'un ki wahid wahid wahid. Lakin idza kana at-tullab kathir ki fi al-fasli la naj'alu kull at-tullab ki yaqra'una hadhihi safha. Yakunu sa'imun ala at-tullab. Fa nahnu misal naj'alu 10 at-tullab yaqra'u hadhihi safha thumma ba'da hadha naqulu ya at-tullabu al-an ana uridukum an taqra'u hadhihi safha ma'an. Fa kulluhum yaqra'un kitabun daftarun qalamun kimi qasun hadha fa naj'al insyaallah ta'ala al-lughata al-arabiyata hayatan fa at-tullabu yuhibbuna kayfiyata tadris al-lughati al-arabiyati hadha summa as-safhatu as-saniyatu sawa as-safhatu as-salisatu nam as-safhatu as-salisatu nahnu la naqra'u kull safhat fi hadhihi dawrah insyaallah as-safhatu as-salisatu hadha kitabun ki hadha daftarun نقرأ وكي مثل هذا نعم ثم نذهب إلى الدرس الثاني لكن في الدرس الأول نحن نقول بأن هذا هو باللغة الماليزية إني انتهى نعم هذا كتاب ما معنى باللغة الماليزية إني بوكو هذا ماذا هذا قلم ما معنى باللغة الماليزية معنى إني بين بنسو هكذا فقط أوكي ثم في الدرس الثاني نعم في الدرس الثاني ما هذا كما هذا فنخبر الطلاب كما هو السؤال لأننا نعرف جميعا كما لها مع معاني صح فما اسمك مثل ماذا على المكتب وما هو السؤال يمكننا أن نقول بأن ما هو السؤال لغير العاقل أوكي ما هذا هذا كتاب ونري الطلاب مثل ما هذا هذا كتاب وصور كثيرة في هذا الكتاب ما هذا؟ هذا قلم فكما في الدرس الأول نحن نقرأ أولا ما هذا؟ هذا كتاب ما هذا؟ هذا دفتر ثم مثال أنت اقرأ أنت اقرأ أنت اقرأ هكذا أو يمكننا أن نقول مثال ما هذا؟ ويجيب مثال يا أستاذ ما هذا؟ رقم أول ما هذا؟ هذا كتاب هذا كتاب رقم ثاني نعم أنت ما هذا؟ هذا دفتر هكذا فالطلاب يشتركون في معنى ما هذا هم يجيبوا هذا قال قلم فنحن نختار كطلاب وطلاب يجيبون ثم بعد هذا نقول يا طلاب الآن أنا أسألكم فأنتم تجيبون ما هذا مثل ما هذا هم يقول هذا كتاب يا طلاب الآن أريدكم أن تجيبون أنا أسألكم okay. ما هذا كلكم ما هذا هذا ما هذا هذا دفتر هكذا فأتلابو يشتركون ما معنا نعم ثم الصفحة الخامسة والرابعة والسادسة إن شاء الله تعالى سهل فنذهب إلى الصفحة السابعة نعم فاختر واكتب كالمثال اختر واكتب كالمثال المعنى هنا إن شاء الله تعالى أنتم ترون خلفه فنحن نخبر أتلاب اختر معناه كله اكتب كتوليس كالمثال معناه مثال نعم ثم نمثل الطلاب ما هذا هذا كتاب هم درسوا في الصفة الأولى نعم كتاب كتاب لا نقول كتاب هذا كتاب أوكي ما هذا هنا مثال أنت ما هذا فهو هو يجيب هذا دفتر دفترون نعم هذا دفترون ما هذا هذا قال قلمون هم إن شاء الله تعالى يعرف لماذا لأنهم درسوا في الدرس الأول والدرس الثاني نعم هكذا في الصفة الصفحة الثامنة أيضا نعم سهل مثال ما هذا هذا شعر كما هذا هذا مقص مثال نعم أستاذ الرقم الثالث نعم أنت الرقم الثاني ما هذا هذا قلم نعم أنت ما هذا هذا كتاب هكذا نجعل الطلاب يجيبون في الفصل واضح إن شاء الله نعم ثم نذهب إلى الدرس الثالث نعم في الدرس الثالث ففي الدرس الثالث هناك زيادة في المفردات أ ونعم فنحن نبين الطلاب أ بمعنى أدك أدك ها فنعم كمعناه يا نحن نأخذ الكتاب مثلا كتاب فنسأل الطلاب يا طلاب ما هذا مثلا أنا أسألكم ما هذا هذا كتاب هذا كتاب ثم نقول
akitabun hadza, nam akitabun hadza, adakah ini buku akitabun hadza? Fal jawabu naam hadza kitabun, naam hadza kitabun. Nah, fa na'khudhu misal daftar, ki daftar, naqulu ma hadza yatullabu, ma hadza, hum yujibu hadza daftarun, adaftarun hadza, adaftarun hadza, naam hadza daftar, daftarun, naam hadza daftarun. Fa huna nahnu nasta'milu a awalan, taban ki antum ta'rifun ka mudarrisi lughatil arabiyyati nasta'milu a aw had, faham? Fa nahnu nasta'milu a awalan, fa uridu an uwaddiha lakum al farqu ki baina akitabun hadha wa hadha kitabun. Fil haqiqati hunaka farquna, nahnu muallimu lughatil arabiyyati, lakinnana taban ki nahnu la nukhbiru atullab, tabri tawakitullab. Misal idza qulna akitabun hadha, hadha tariq asafu, limadha? Li'anna fil lughatil arabiyyati al qawa'id taqulu bi anna al mas'ula anhu yataqaddamu bil lughatil arabiyyati. Idza qulna akitabun ki hadha, ma'nahu shay'un ki wahid, akitabun hadha taqdiruhu akitabun hadha am daftarun. Amma idza qulna ahadha kitabun, ahadha kitabun bi ma'na ahadha kitabun am dhalika, fanas'alu an ismi isharati, lakin na al'an nahnu nas'alu an syai' hunaka, benda. Fanakulu akitabun hadha, akitabun hadha ma'nahu akitabun hadha am daftarun, akitabun hadha am qalamun. Fa fi hadha alkitab nahnu nasta'mil hunaka adaftarun hadha akitabun hadha, limadha? Li'anna as-su'al huwa fi syai' hunaka, al-mas'ulu anhu yataqaddamu bil-arabi yati. Fa kama kultu lakum qabla qalil, na'khudhu ayya syai' huna qalamun aw kadha wa kadha. Fanaqulu ma maratun ukhra kiyatullabu ma hadha, hadha kitabun, akitabun hadha, naam hadha kitabun, naam hadha kitabun, naam adalah ya. Fanas'alu atullab, nas'alu misal at-talib al-awwal, summa at-talib al-thani, at-talib al-thalith, hakadha, summa nas'aluhum ki jami'an ma hadha wa hum yujibun, fa insyaallah ta'ala hum yafhamun ad-darsa al-thalith wa alaihi insyaallah. Naam, fa tamarin fi hadha al-kitab, nعم كثير تمارين. اوكي مثال في الصفحه العاشره, نعم في الصفحه العاشره, نعم انت مثال رقم اول, اشعر هذا, نعم اشعر هذا هنا, نعم هذا شعر, نعم هذا شعر, افهم هذا, نعم هذا افهم, هذا افهم هنا, لسان هذا, نعم هذا, نعم كي هذا لسان ان شاء الله سهل. Puan Aisyah, saya tak tanya Puan Aisyah. Ayna, summa as-safhatu al-hadiyata 'ashrata, ajib kal mithali. Naam. Uridu an aqula lakum bi anna al-lughata al-arabiyata aw kayfiyata dirasati al-lughata al-arabiyati la tahtaju ila hifzin. Laysa hifzan, li'anna at-tullab yumkinuhum an yahfazu ashya'a katsirah, lakinnahum la yumkinuhum an yukawinu jumlatan sahlatan bil-arabiyati. Hadha wadih, naam. Ana min tajribati kathir min at-tullab, naam, yadhkurun al-mufradat, mufradat lahum ki qamus qawamis, lakinnahum la yastati'una an yukawinu jumlatan min al-arabiyyati. Tak boleh buat ayat, hafal ke banyak tapi tak boleh buat, tak boleh buat ayat. Hadha limadha? Li'anna fi lughati al-arabiyyati misal naqulu qalamun, ada qalaman, ada qalamin, alif lam al-qalamu, al-qalama, al-qalami, fahum la ya'rifu isti'mal hunaka. Naam, qalamun idza hafizna faqat fil qamus qalamun yumkinuna an aqula misal ra'aitu qalamun, la yumkin ra'aitu qala qalaman. Naam, wa hadha sabab ki anutku fi awakhiril kalimati, fa aidan nahnu la nujbiru ala tullab, bukan suruh pelajar-pelajar hafal 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 faqat. Quran ki hafal, tamaan hadis ki hafal, lakin al-lughatul arabiyyatu la yajib alaihim an yafhamun. Naam, yafhamun wa qawaidul lughatil arabiyyati, qawaidul lughatil arabiyyati bi bi madha bi kayfiyati tadris al mudarrisin, nahnu daiman numathilu, nahnu ka mudarrisi lughati al arabiyyati nahnu numathilu, selalu buat contoh-contoh ayat, wa natakallam ki ma'a ma'atullab. Al mufradat insyaallah taala kathira, idza fahima ma'atullab hadha qamisun, naam la naqulu hadha qamisun, hadha qamisun, fa ayyu mufradat, misal naqulu hidaun, hadha hidaun, naam naqulu babun, hadha babun, hum ya'rifu hadha babun, hatta yumkin idza
idza qara'na hadza baban hum yakulu hadza khata laysa hadza baban hadza ba babun hum la ya'rifuna qawaid al-lughah al-arabiyyah tak tahu lakinnahum bi istima'i al-kathiri fa ya'rifu bi an hadza khata. Naam, hadza khata misti hadza babun hadza qamisun al-khabar huwa marfu'un lakinnahum la ya'rifuna qawaid al-lughah al-arabiyyah hum ya'rifuna bi istima'i min mudarrisi kifaqat hadha huwa nahnu nuri nuridu insyaallah. Okey, summa huna fi as-safati al-hadiyata asharata misal naqulu al-lisanun hadha fa naqulu na'am hadha lisanun wa hum yadhkurun ki hadha anfun hadha na'am na'am hadha an anfun fa sahlun hum yaqra'un ki hadha summa nadhhabu ila ad-darsi ar-rabi'i. Na'am, fi darsi rabi'i huna kalimatun ki jadidah huna la fa madha naf'al. Naam, na'khudhu kitab kimaratan ukhra fa naqulu ya tullabu ma hadha hadha kitabun. Naam, hadha kitabun akitabun hadha. Naam, hadha kitabun. Al'an nahnu naqulu aqalamun hadha aqalamun hadha la hadha kitabun. Naam, la hadha kitabun. Naam, aqalamun hadha la hadha kitabun. Naqulu adaftarun ki hadha ada ki ini buku daftar adaftarun hadha la hadha kita kitabun. Okey, ya tulabu madza naqulu al huna fi safati misalna qulu madza naqulu al amiqasun hadha amiqasun hadha antum amiqasun hadha la hadha kitabun la hadha kitabun fa nasalu atulab amiqasun hadha nam adaftarun hadha la hadha kitabun fa na'khudhu shay'an akhar qalaman ka nam qalaman ma hadha hadha qalamun aqalamun hadha na'am hadha qalamun akitabun hadha la hadha hadha qalamun hakadha insyaallah. Suma tamarin tamarin kathira fi asafati asa lisata asyrata wa arrabi'ata asyrata. Naam, huna suma asafhatu al-khamisata asyrata muka surat 15. Naam, ikhtar waktub kal misali misalun amiqasun hadha na'am hadha miqa miqasun. Nama anta rakmu awal nahnu nas'alu atullab aqalamun hadha rakmu awal aqalamun hadha la hadha kitab la hadha kitabun. Naam, anta akitabun hadha rakmu thani akitabun hadha la hadha daftarun. Naam, anta adaftarun ki hadha la hadha qalam la hadha qalamun hakadha. Fa fi nafsi alwaqti hum yadhkurun kathir lianna almufradat fi hadhihi durus sawa. Naam, miqassun kitabun wa ma'asurah ma'asurah hadha sabab at-tarjamatu fi hadhal kitab ana adha'u aina fi khalfi. Naam, laysa mubashiratan liannana idha ra'ayna at-tarjamata tengok tarjamah huna mubashiratan fanahnu lanu fakir kama ala'an ki limadha at-tullabu limadha al-awlad ki la yatakallamuna bi luwati al-inkliziyah la yafhamuna kathiran luwati al-inkliziyah wa hum yushahiduna kathir min aflam bi luwati al-inkliziyah fi tilfaz misala. Limadha li'annahum yarawna at-tarjamata bi luwati al-maliziyah fahum la yuridu an yufakkir fahum faqad yarawna tarjamatan fa hadha sabab hadha al-kitab insyaallah ta'ala asurah aw aswaru tusaiduhum. Naam, fi dhikri hadhihi al-mufradat lakinna insyaallah ta'ala at-tarjamatu huna fi akhir lakinna bi kasrati al-qira'ah ma hadha hadha kitabun ma hadha hadha qalamun insyaallah ta'ala hum yadhkurun ahamu shay'in takwinu jumalin. Ana aqulu daiman hunaka dirasati ayyi lughah mahma kana bi takwini al-jumali. Naam, takwini al-jumali. Okey, misal kita nahnu misal nahfazu kitab nahfazu saburah sa'bun lakin idza alaqna misal al-mudarrisu amama saburah misal atau al-mudarrisu ma'a al-kitab ayaqra'una kitab fa insyaallah hunaka ta'liq ada kaitan antara mudarris dengan kitab mudaris dengan papan hitam fa sahlun ala atullab an yadhkuru hadha limadha hunaka alaqah ada kaitan bainaha. Okey, fal an as-safhatu as-sadisata asyrata nama as-safhatu as-sadisata asyrata muka surah 16 ikhtar waktub kal misal misalun hunaka surah nam naqulu yatullabu antum takhtaru mana jawaban sahihan hadha lisanun okey rakmu awal rakmu awal antara rakmu awal na'am hadha kitab hadha kitabun okey hadha kitabun fi hadha al-kitab
Alkitab hakadah, lakinna daftar nahnu nadha'u qalam, qalam. Ada pensel ke atas, ha? Nah, pensel maknahu daftar. Nah, al-farku baina kitab ki wa daftar, daftar ki buku tulis, fa hunaka ka qalam. Okey, fal'an, rakmu sani, nama anta? Hada mikosu. Hada mikosu, nama anta? Hada sya'run. Fa nahnu da'iman kinnam dahu tulab, idha kana sahihan akulu ahsanta, na. Ahsanta, ya ya Muhammad, ahsanta. Nama anta jayid, anta tuhibbu lughatan arabiyata, na'am, jayid. Alhamdulillah, nama. Hakada. Wa natakallam kima'at tulab. Wa nahnu nuqaddimu al-lughata al-arabiyata fil fasli. Nah, nahnu anfusuna mudarrisu lughata al-arabiyati. Nahnu nasta'milu kathir al-lughata al-arabiyata, laysa al-lughata al-maliziyat. Ana ra'aytu ki huna kathir ki min mudarrisi lughata al-arabiyati yasta'miluna al-lughata al-maliziyat. Nah, sa'atun wahidatun. Mada hissati al-lughata al-arabiyati wa yatakallam bil-lughata al-arabiyati qalil kifaka. La, hadha la yufidu at-tullab. Idha takallamna kathir ki bil-lughata al-maliziyati fatullabu yafhamun lakin istifadu qalilatun ki jiddan. Fanahnu nuqaddimu al-lughata al-arabiyata. Ma ma'na hadhihi? Ma ma'na tilka? Hakadha. Wa hum yasma'un. Hum kathir min asya'uhum lamma yadrusun. Wa kathir ki min al-mufradat hum lamma yadkurun. Lakinnahum daiman yasma'u minna. Bab, misal, idhab ilal bab, hada babun, misal, hada hidha'un, hakadha, fahum yadhkurun, insyaAllah, daiman, bi kasrati kalam, kalamina bil arabiyati. Okay, summa, as-safhatu, nam insyaAllah ta'ala, okay, sahlun, as-safhatu, as-sabi'ata asyrata wa as-thaminata asyrata, insyaAllah ta'ala, sahlun, summa, nadhabu ila ad-dasil khamis, fi as-safhati at-tasi'ata asyrata, dhalika. Nam, dhalika, الآن نعم الطلاب حتى الآن الطلاب يدرسون هذا ونحن نقول بلغة الماليزياتي هذا معناه إني ثم ذلك كيف نبين الطلاب هكذا نحن نضع كتاب قريب منا فنقول هذا كتاب نعم يا طلاب كما هذا هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب أوكي. ثم نحن نذهب بعيدا هكذا بعيدا فنقول للطلاب ذلك كتاب نعم ذلك كتاب فذلك معناه إيه إتو ثم نسأل الطلاب يا طلاب ما ذلك ذلك كتاب نعم ذلك كتاب مثال آخر مثال آخر قلم نقول قلم مثلا ما هذا هذا قلم كما هذا هذا كتاب كيف الآن نحن نضع قلم كبعيد هنا قلم هنا فنقول هذا كتاب هذا كتاب وذلك قلم هذا كتاب وذلك قلم الرفع في صوتنا إذا قلنا مثال هذا كتاب وذلك قلم ماذا نريد أن نفهم الطلاب فنحن نريد أن نفهم الطلاب الفرق بين هذا وذا ذلك فنحن نرفع صوتنا في هذا وذلك نقول هذا أو يمكن نكرر مرتين مثال هذا كتاب وذلك ذلك قلم هذا كتاب وذلك قلم يا طلاب ما هذا هذا كتاب ما ذلك ذلك قلم فنقول هذا كتاب وذلك قلم ومعناه الدان بين هذا كتاب وذلك قلم ان شاء الله تعالى الطلاب يعرفون الفرق بين هذا وذلك حتى بان عائشه ان شاء الله تفهم يعني هذا وذلك نعم سهل هذا للقريب وذلك للبعيد يمكننا ان نقول بالعربيه هذا للقريب هذا للقريب وذلك للبعيد نعم ثم نري الطلاب بابون هذا بابون نعم هذا بابون فنقول يا طلاب ما ذلك ذلك بابون ما ذلك ما ذلك مثل هذا فنشير ذلك نشير بيدنا فإن شاء الله تعالى الطلاب يعرفون استعمال كذا ذلك نعم فالمفرد في الصفحة التاسعة عشرة يعني 19 تختلف نعم هناك زيادة مثل كرسي مكتب كسرير كباب قميص كسروال
فأيضا بالعربية إن شاء الله تعالى كثير من المفردات في الحقيقة هم يسمعون كثيرا سروال كسروار نعم كرسي نعم كرسيون نعم نسمعك كثيرا فأظنك ليس بصعب هذا فمرة أخرى نحن نقرأ ذلك كرسي ذلك كرسي لا ندرس ذلك كرسي هذا خطأ ذلك كرسي تمارين أيضا سواء نعم انظر إذا رأيتم كيف في الصفحة العشرين انظر إلى الإشارة علامة الإشارة هنا معناه بعيد نعم معناه بعيد إذا رأت اللاب هنا علامة الإشارة معناه بعيد ذلك ليس هذا نعم ثم الدرس السادس ما ذلك سواء ما ذلك فنحن نقول يا طلاب نعم ما ذلك هنا ما ذلك ذلك قلم نعم ما ذلك ذلك قلم مثل ما هذا هذا كتاب ما ذلك ذلك قلم سواء نعم والصفحة الرابعة والعشرين سواء الصفحة الخامسة والعشرون مكسورة 25 نعم الكتاب الأول الكتاب الثاني إن شاء الله تعالى نعم سهل لكل طلاب الصفحة الخامسة والعشرون 25 مثال أوكي. نسأل الطلاب في الفصل نعم اختر واكتب كالمثال مثال ما ذلك ذلك كرسي نعم أنت ما ذلك رقم أول ما ذلك ذلك جورب نعم ما ذلك رقم ثاني ما ذلك ذلك قميص فنحن نقدم اللغة العربية في تدريسنا فنحن نقول مثال jangan cakap مثال nombor pertama nombor kedua نحن دائما نقول باللغة العربية nombor yang pertama الرقم الأول الرقم nombor yang kedua الرقم الثاني مثال nombor yang ketiga الرقم الثالث هكذا الصفحة أيضا فنحن نتكلم بالعربية نقرأ بالعربية الصفحة الخامسة والعشرون مثل هذا نعم وافتحوا كتابكم إلى صفحتي مثلا افتحوا كتبكم إلى صفحتي الخامسة والعشرين نعم الآن كي أنتم تقرؤون أنا أريدكم كلكم أن تقرؤون الرقم الأول مثلا أو أنتم تقرؤون هذه الصفحة نعم أنتم تقرؤون معا فنتكلم بالعربية ثم الدرس السابع نعم الدرس السابع نعم وأيضا كي هم درسوا قبل قليل ونعم فقط الفرق هنا ذلك فنقول يا طلاب يا طلاب ما ذلك ما ذلك مثل كرسي يا ما ذلك ذلك كرسي نعم أكرسي ذلك نعم ذلك كرسي أكرسي ذلك نعم ذلك كرسي ذلك قلم أقلم ذلك نعم ذلك قلم وتمارين سهل إن شاء الله ثم الدرس الثامن نعم لا مثلا نقول يا طلاب كرسي ذلك كرسي ما ذلك ذلك كرسي أكرسي ذلك نعم يا طلاب أكرسي ذلك نعم ذلك كرسي أمكتب ذلك لا ذلك كرسي نعم أمكتب ذلك لا ذلك كرسي أدك إتو ميجا تدا إتو كرسي فبابٌ كمثال يا طلاب ذلك بابٌ أبابٌ كذلك نعم ذلك بابٌ أكرسي ذلك لا ذلك بابٌ واضح إن شاء الله فنحن نشترك مع الطلاب ونسأل الطلاب الطلاب ماذا يسمعوننا كثيرا فنحن نمثل كثيرا في العربية ثم تمارين كثير إن شاء الله تعالى تمارين كثير الطلاب يذكرون المفردات إن شاء الله تعالى. أوكي فالآن كنا نذهب إلى الدرس التاسع. نعم افتحوا كتابكم إلى صفحة السادسة والثلاثين موجة سورة 36 الدرس التاسع يعني كلافان. أوكي ما هذا وما ذلك؟ الآن كنا نحن نذهب كي أبعد وكي قليلا ما هذا وما ذلك؟ فنقول ما هذا؟ نعم وما ذلك؟ هذا هذا كتاب وذلك وذلك قلم فنسأل الطلاب الآن يا طالب نعم يا محمد مثال رقم أول اقرأ رقم أول نعم ما
ما هذا وما ذلك هذا مسلم وذلك مكتب. نعم أنت يا جعفر الركن الثاني. ما هذا وما ذلك هذا حذاء وهذا جورب. نعم هذا حذاء وذلك جورب. نعم هذا حذاء وذلك جورب. أسهل على الطلاب لماذا كما قلت لكم الإشارة معناه بعيد. الإشارة معناه با معناها بعيد معناه ذلك دائما كبعيد ذا ذلك. نعم ثم الصفحة السابعة والثلاثون أجب كالمثال مثال ما هذا وما ذلك هذا كتاب وذلك دفتر. نعم ثم رقم أول ما أنت رقم أول ما هذا وما ذلك نسأل الطلاب يمكن ما هذا وما ذلك رقم أول. نعم ما هذا وما ذلك أنا أسألك مثال أنا أسألك يا مثال يا طالب أنا أسألك وأنت تجيب ما هذا وما ذلك هذا فم وذلك وذلك أنف صح. نعم أنت ما هذا وما ذلك هذا باب وذلك سرير. نعم أنت ما هذا وما ذلك نعم هذا لسان وذلك شعر صحيح هذا لسان وذلك شعر الحمد لله إن شاء الله الطلاب يفهمون. نعم ثم نذهب إلى الدرس العاشر. نعم الدرس العاشر في هذا الدرس الطلاب يدرسون نعتا أو صفات صفات كما نقول بلغة الماليزية صفات. نعم مشتق من اللغة العربية صفات. نحن نخبر الطلاب صفات atau na'tun nakul misal kabirun kabirun maknahu kabirun kibasar nama kabirun idha yumkin kita nakulu kabirun suma ba'da hadha didduhu na kabirun kabir ke suma idha kana hakadha nakulu sagir ya tulabu hadha kabir wa hadha sagir hadha misal hadha tawil hadha tawilun tawilun wa idha kana hakadha hadha qasi qasirun hakadha sifat ke sifat nahnu nuridu an nudari sa'atullab sifatan atau istimal sifat fi al-jumlati fi jumlati. Naam hatta al-an ki atullabu yukawinuna jumlata bil arabiyati bi mufradaini atau bi kalimataini fakat dua kalimah fal-an bi thalathati bi thalathi kalimatin ahamu syai'in ki fi tadrisi hadha darsi fi dasil ashir كما نحن نقول نحن ننطق أواخر الكلمات ففي الإعراب الطلاب يسمعون مثلا نقول هذا كتاب هذا كتاب كبير هذا كتاب كبير نعم لا ندرس هذا كتاب كبير لا هذا كتاب كبير لماذا في المستقبل الطلاب يدرسون إعراب يختلف وأيضا يدرسون مؤنث في المستقبل كبيرة أنا أقول هذا كتاب كبير هكذا ونحن ننطق أواخر الكلمات ويكون واضح إن شاء الله تعالى ثم يمكننا أن نسأل الطلاب مثلا نقول هذا كتاب هذا كتاب يا طلاب ما هذا هذا كتاب نعم هذا كتاب ثم نقول إني بوكو ينبسار buku besar hadha kitabun kabirun hadha kitabun kabirun ya tulabu ma hadha hadha kitabun kabirun hadha kitabun kabirun semana sa'alu tulab ya tulabu akitabun kabirun hadha akitabun kabirun hadha naam hadha hadha kitabun kabirun ya tulabu akitabun sagirun akitabun sagirun hadha لا هذا كتاب كبير فالآن الطلاب يكونون جملة بثلاث كلمات بصفة فهم إن شاء الله تعالى يعرفون كتاب كبير نعم كتاب كبير قلم طويل مثال قلم طويل فنكتب على السبورة نعم هذا جيد إن شاء الله تعالى على السبورة مثال هكذا على السبورة فماذا نفعل مثال نقول هذا نعم هذا كتاب هذا هذا كتاب يا ول كتاب نعم كبير
Naam, kabi kabirun. Fanaktubu kitabun. Hakadha bi launin akhar. Hadha kitabun kabirun. Wa narfa'u aswatana huna. Hadha kitabun kabirun. Naam, labudda fi tadris al-lughah al-arabiyyah nahnu nasta'milu alwan kathira. Al-akhalla hunaka nasta'milu alwain alwain ya. Huna kitabu launun ki ahmar ki hadha ahsan. Ahmar ki hum yaruna wadih insyaallah. Ana qulu hadha kitabun kabirun. Ana qulu ma hadha hadha kitabun kabi kabirun. Wadih insyaallah. Fi hadhi safhati unzur kabirun sama qulu kursiyun kabirun. Nahnu na'rifu idza kunna kursiyun kabirun fa hal hadhihi al-jumlatu kamilatun? La, hadhihi al-jumlatu laysat kamilatan, sah? Kursiyun kabirun, la. Naqulu al-kursiyyu kabirun. Lakinna tullab al-an la yadrusu insyaallah ta'ala hum yadrusuna fi al-kitab ath-thalith, buku yang ketiga, al-isma alladhi muhallam bi alif lam. Ada alif lam. Al-kitabu. Al-an faqat kitabun. Naam, biduni alif lam. Naqulu hadha kitabun kabi kabirun. Antum idza ra'aytum fi hadha al-kitabi kursiyyun kabirun. Naam, katabtu huna kursiyyun kabirun biduni nuqtatin. Tidak ada titik kat sana. Limadha li'anna kursiyyun kabirun laysat jumlatan. Laysat jumlatan, ha? Kalimatun. Kursiyyun kabi kabirun. Lakinnana idza kunna hadha kursiyyun kabirun jumlatun kamilatun. Limadha? Li'anna aslan huna hadha kursiyyun. Hadha kursiyyun. Fa nahnu nuqaddimu jumlatan bil arabiyyati bi hadha awalan aw bi dha dhalika. Naam. Fa nas'alu maratan ukhra, misal naqulu ya tullabu itu kursi besar. Fa yumkin naqulu ya Muhammad kaifa naqulu bil arabiyyati? Ana uriduka an tukawwina jumlatan bil arabiyyati. Cuba buat ayat dalam bahasa Arab. Naam, anta tukawwinu jumlatan bil arabiyyati itu kursi besar, misal. Fa nas'alu at-tullab. Fa wa yaqulu dhalika dhalika kursiyun kabirun. Fa yumkin fi awal at-tullab yaqulu hadha dhalika, dia tak waqitu lagi. Hadha dhalika, naam, naqulu hadha, la hadha khata'. Ana ba'id naqulu dhalika. Na dhalika kursiyun kabirun. Sama nas'alu ya Hamidu. Naam, akursiyun kabirun dhalika? Akursiyun kabirun dhalika, naam, antum ya tullabu, akursiyun kabirun dhalika? Naam, dhalika kursiyun kabirun. Akursiyun saghirun dhalika? La, dhalika kursiyun kabirun. Wadah insyaAllah. Okay, fa al-an unzur huna nas'alu at-tullab, naam, ya talibu ikra' rakmu awal, naam, huna yabda'u min huna, misal kabirun, kabirun, naam, naam. Hadha kursiyun kabirun. Naam. Anta saghirun. Naam. Saghirun. Kursiyun saghirun. Madza dhalika kursiyun saghirun. Okay, fal'an hunaka iqtiran hunaka wa diddu kalimat kabirun saghirun. Naam. Kabirun saghirun. Wa aidan kisurah. Nahnu bayin kitulab misal kursiyun kabirun kabir. Kursiyun kabirun besar. Sama saghirun kecil. Nafi surah. Al-farku antum tarawna fi surah. Tawilun, misal tawilun, naam, tawilun wa qasirun. Wa aidan ki yumkinuna an nukhbira at-tullab. Tawilun aidan bimakna tinggi, kan, tinggi. Tawilun, rajulun ki tawilun. Lakin, nal'an kilabak tawilun maknahu panjang, wa qasirun maknahu pendek. Suma jadidun ma'a qadimun, surah. Jadidun, qadimun, jadidun, baru wa qadimun, lamona. Suma nazifun, bersih, wa wasihun ka kotor. Wadah. Ahamu syai'in nah nakulu au nakra'u hadha, misal hadha kursiyun kabirun. Au yumkinu nak nakula hadha. Ya tullabu al'an ana uridukum an tukmilu asyakla. Baris. Buat baris yang betul. Ha? Hadha kursiyun kabi. Dan nasma'u min tulab. Hadha kursiyun kabi. Kabi. Wa hum yukmiluna run, misalnya run. Hadha kursiyun kabi. Run. Hadha kursiyun sagi sagirun hakadha. Fa al-qawaid fi lughat al-arabiyyah naqulu tama'an nahnu na'rifu al-madhal al-man'ut yatma'unana na'tun yatma'u man'ut. Lakin bi istima'i insyaallah ta'ala atullabu ya'rif la naqulu bil arabiyyati hadha kursiyun kabirun au kursiyun kabirin, la hadha khata'.
Nakul hadha kursiyun kabirun. InsyaAllah. Okey, fal'an. As-safatu arma'un ad-dasul hadhi asyara man hadha. Nah, man hadha. Nah, man. Fi hadha darsi, nahnu nukhbiru at-tullab man mislu ma. Nah, man mislu ma. Okey, nakulu kitabun. Nah, kitabun ki ma hadha. Kitabun ki ma hadha. Kursiyun, misal, ma dhalika. Babun, misal, ma hadha. Fanukbiru at-tullab ma huwa as-su'al. Ma as-su'al. Wa man aydan as-su'al. Lakina farqa bainahuma ma as-su'alu li ghairil akili. Benda, ma. Ma hadha, hadha kitabun. Ma hadha, hadha qalamun. Amal an fi hadha darsi antum tadrusuna lil akil. Al akil maknahu maknu manusia. Fala nakulu ma hadha, hadha mudarris. La, nakulu man hadha, hadha mudarrisun. Fa fi hadha darsi fi ad-darsil hadi asyara at-tullabu al-an awal mara yadrusuna al akil. Hunaka. Wa nahnu naqra'u misal talibun mudarrisun, ki talibun pelajar, ki talibun. Wa nadhhab ila tullab, anta talibun. Naam. Ya talib, ya Muhammad, anta ana talibun. Ana mudarrisun. Anta talibun, ana mudarrisun. Man anta? Misala. Naam, anta talibun. Man ana? Ana mudarrisun. Fa yumkin at-tullab yafhamuna anna anta istimal ki hadha. Lakin nahnu numasil ana talibun wa anta ana mudarrisun wa anta talibun hadha. Fa mudir tabibun. Na mudir maknahu guru besar al-an. Nah, mungkin mudiru syarikati na'am wa syurtiyun wa jundiyun falahun tabahun insyaAllah. As-safhatu al-hadiyata wa arba'in. Fanas'alu at-tullab, misal anta ma hadha, misal ma hadha, fayujibu. Okay, ma hadha, okay. Anta ma hadha, hadha talibun. Hadha talibun, okay, ma hadha, hadha mudarrisun, hadha mudarrisun, na'am. Hadha mudarrisun, hadha muallimun, hakadha, hadha ustazun, na'am. Fahum yakra'un insyaAllah ta'ala, sahlun. Okey, summa ad-darsu tsaniya asyara man dzalika. Man dzalika? Naam, dzalika lil ba'id. Naam, man dzalika? Naam, dzalika lil ba'id. Fa al-mufradat huna jaddun ki abun, akhun ki waladun, ki rajulun, muhandisun, tayyarun ki tajirun, fa nahnu nutajjim ki qalilan li tullabina. Summa nakunu ba'id, misal talibun ki hunaka. Al-an ana, okey, ana mudarrisun. Nakulu man hadha, misal, yatulabu man hadha, hadha mudarrisun. Okey, fal'an nushiru ila talibin. Okey, dhalika talibun. Dhalika talibun. Okey, man dhalika? Dhalika talibun. Man dhalika? Dhalika talibun. Fa yumkinuna an nuraji', nuraji', misal, nakulu musta'milan ke a, au, kama darasna, okey, fil madi, misal, nakulu ana mudarrisun. Okey, ya tulabu man ana, man hadha, hadha mudarrisun, sahih. Nakulu amudarrisun hadha, amudarrisun hadha, naam, hadha mudarri, mudarrisun. Al-muraja'atu fatakrar insyaAllah ta'ala tulabu kiyaf, yafhamu. Naam, summa ad-darsu al-thalisa asyara man hadha wa man dhalika. Naam, man hadha wa man dhalika lil'akili, man kilil qarib, summa dhalika lil ba'in. Nam sawa mislu ma hadha wa ma dhalika. Al-an kifakot nasta'milu man suma hadha wa dhalika. InsyaAllah asyia kathira hunaka suma tamarin. Okay, misal huna. Iftahu kitabakum ila safhati as-sadisati wal arba'in. Muka surah 46. As-safhatu as-sadisatu wal arba'un. Muka surah 46. Tamarin ajib kal misali. Okay, misalun. Man hadha wa man dhalika. Hadha jaddun. Wa dhalika waladun. Jaddun datuk, waladun maknahu tiflun, maknahu okey, anak lelaki, sahih. Okay, misal nama anta rakmu awal, nah rakmu awal, nam ikra huna rakmu awal suma tujibu. Naam, man hadha wa man dhalika, hadha waladun wa dhalika, hadha abun, hadha abun wa dhalika raju, raju, naam, hadha abun wa dhalika raju, rajulun, sahih. Naam, anta rakmu sani ikra man hadha wa man dhalika, hadha mudarrisun,
هذا مدير لك نعم هذا مدير نعم هذا مدير وذلك طيار وذلك طيار صحيح نعم هذا مدير وذلك طيار نعم أنت رقم ثالث من هذا ومن ذلك نعم هذا مهندس هذا مهندس نعم ومن وذلك تاجر نعم هذا مهندس نعم هذا مهندس وذلك تاجر نعم رقم الرابع الرقم الرابع نعم من هذا ومن ذلك هذا طباخ وذلك شرطي نعم هذا طباخ وذلك شرطي إلى آخر إن شاء الله تعالى الطلاب يفهمون نعم ثم تكرار إن شاء الله تعالى أنا أرى بأن من تجربتي التمارين كمثل هذا الطلاب يحبون الطلاب يحبون فليس هذا فقط يمكننا أن نجعل أسئلة أخرى نعم أسئلة أخرى وأنتم تأتيك بسورة مثال سورة أخرى وتسأل الطلاب إن شاء الله تعالى نعم الطلاب يرغبون في التمارين مثل هذه إن شاء الله أوكي ثم أدى سؤال الرابع عشر نعم أدى سؤال الرابع عشر صفة سواء الطلاب يدرسون صفة كفي الماضي فالآن الصفة لي للعاكل فنقول كمثال هنا مدرس كتكلم مدرس مدرس أو هنا في هذا الكتاب كنقول جدون كجدون معناه داتو جدون معناه داتو ونقول كبيرون كبيرون هم يعرفون كبيرون كبسار وأيضا كبيرون معناه عجوز معناه تو فنقول جدون كبيرون من هذا جدون كبيرون هذا أبون كبيرون نعم هذا مدرسون كبيرون هكذا رون هنا رون أهم شيء كما قلت لكم نكتب على السبورة ثم الشكل في أواخر الكلمات نحن نكتب بلون آخر ثم نحن نرفع أصواتنا في هذا الشكل نعم هذا مدرسون كبيرون مدرسون كبيرون هكذا في أول كيف فقط هذا صعب على الطلاب لكن إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب الثالث رابع الطلاب يتعودون ويفهمون ويحبون إن شاء الله تعالى يستخدمون اللغة العربية إن شاء الله تعالى جيد نعم هنا مثال كبير ثم ضده صغير وطويل كقصير طبعا ثم غني كلمات جديدة غني مسكين أو فقير ثم قوي وضعيف أيضا باللغة الماليزية ضعيف فيمكننا أن نبين قليلا مثال إذا قلنا ضعيف معناه لمه كان وأيضا يمكننا أن نقول مثال حميد ضعيف في اللغة العربية ضعيف لأن بس عرب حميد ضعيف في اللغة الماليزية ضعيف هكذا فنخبر الطلاب باللغة العربية إن شاء الله ثم الدرس الخامس عشر أوكي الآن نحن نستعمل ما ومن فيمكننا أن نقول يا طلاب مثال هذا كتاب نعم هذا طالب هذا ماذا هذا كتاب وهذا طالب فنقول يا طلاب ما هذا ومن هذا لكن إذا ما فهم الطلاب الفرق لا يزال الطلاب مثال يضطربون في استعمال ما ومن فنحن نسأل الطلاب untuk dia lebih tahu tentang ما ومن نقول الآن يا طلاب أنتم تجيبوا إما ما هذا أو من هذا نحن نذكر مثال كتابون مثال يا طلاب أنتم تجيبون إما ما هذا أو من هذا كتابون ما هذا نعم دفترون ما هذا مدرسون من هذا تاجر من هذا سروال ما هذا طالب من هذا فالآن الطلاب يعرف الفرق بين استعمالك الفرق بين ما ومن وأيضا ذلك سواء نعم ما ومن ما ذلك ومن ذلك فهم يقرؤون هنا إن شاء الله تعالى سهل نعم سهل ثم نذهب إلى تمارين في الصفحة الثانية والخمسين بكسرة 52 تمارين أجيب كالمثال مثال
ما هذا ومن هذا هذا فم وهذا طالب أكي نعم أنت من هذا ومن رقم أول نعم هذا ومن هذا نعم هذا جوله نعم وهذا وهذا تاجر طباخ صحيح نعم يمكن يمكنك استطباخ نعم لكن مقصود هنا أنا تاجر هنا تاجر صغير نعم يمكنك استطباخ نعم صوت ليس الصورة ليس واضح الصورة ليست واضحة تاجر نعم والطلاب مهما كان هو يجيب فإن شاء الله الطلاب يفهمون فإذا كتباكون يمكن كتباكون هنا طعام طباكون تكماسا يمكن نعم راتي شانا نعم طباكون أو تاجر صحيح أوكي رقم ثاني مثلا رقم ثاني نعم ما ما هذا ومن هذا نعم نعم هذا ولد أو هذا طفل نعم صحيح هذا دفتر هذا دفتر وهذا ولد صحيح أكن نعم أنت الرقم الثالث ما هذا ومن هذا هذا كرسي وهذا مدرس نعم هذا كرسي وهذا مدرس صحيح نعم أنت الرقم الرابع من هذا وما هذا نعم نعم وهذا نعم هذا طباخ وهذا هذاء وطباخ هنا إن شاء الله تعالى واضح إن شاء الله أوكي ثم الدرس السادس عشر نعم ما ذلك ومن ذلك سواء إن شاء الله تعالى هنا تمارين أيضا في الصفحة السادسة والخمسين مكسرة لمبلهنان تمارين عجيب كالمثال نعم رقم أول نعم أنت رقم أول نعم ما ذلك؟ ما ذلك ومن ذلك؟ نعم. ذلك فمن وذلك قبة. نعم نعم رقم ثاني؟ ما ذلك ومن ذلك؟ نعم. ذلك كرسي وذلك طبيب. هنا لا هنا لا لا هنا نعم هنا رقم ثاني نعم. ذلك شعر و نعم. وذلك مدرس. مدرس نعم. أي مدرس نعم صح رقم ثاني ما ذلك ومن ذلك نعم ذلك باب نعم وذلك طبيب إن شاء الله تعالى فتكرار كمعنى تكرار الطلاب إن شاء الله تعالى يقرؤون نعم إذا كان كثير ليس كل الطلاب يقرؤون بعضهم يقرؤون ثم نحن نقول يا طلاب الآن أنا أريدكم أن تقرؤوا كما أن مثلا رقم أول نعم الطلاب أنتم تقرؤون معا أو أنا أسألكم يا طلاب رقم أول ما ذلك ومن ذلك أجيبوا رقم أول أنتم يا طلاب ما ذلك ومن ذلك ذلك فهم وذلك طبعا هكذا وهم يجيبون إن شاء الله تعالى واضح إن شاء الله فهذا الكتاب الأول الكتاب الأول نعم أنا أرجو إذا فهم الطلاب الكتاب الأول نعم هم يقرؤون يمكن ليس مرة واحدة مرتين ثم بعد هذا هم يكتبوا الواجبات في تمارين هم يكتبون في واجبات لكنهم لا يكتبون هنا هم يكتبون في دفاتر وهم يكتبون في جملة مفيدة مع الشكل الشكل مهم هم يكتبون جملة كاملة مثال السؤال هنا مثال هنا مثال الصفحة الثامنة الصفحة الثامنة رقم أول ما هذا مثال هذا مقص فهم يكتبون رقم أول ما هذا ثم هذا مقص هم يكتبون كل شيء هذا للكتابة نعم هذا للكتابة والطلاب إن شاء الله تعالى الذين لا يكتبون فإذا كتبوا كثيرا إن شاء الله تعالى هم يكتبون جيد بالعربية كما أنا في الماضي أنا ما استطعت أن أكتب نعم جاوي أنا تكلمت مع أستاذك قبل قليل بأن جاوي أنا ما لا أعرف جاوي أنا أقرأ ببطء لكن كتابة جاوي أنا لا أعرف نعم اللغة العربية طبعا هنا في الماضي أنا لا يمكن أنا لا أعرف هذا لكن بكثرة الكتابة فإن شاء الله تعالى أكتب فهكذا أيضا كطلاب يمكن من طلابنا الذين لا يكتبون فإن شاء الله تعالى بعد هذا الكتابة كثير تمارين كثير هم يكتبون إن شاء الله تعالى هم يكتبون جيدا بالعربي يأتي هذا الكتاب الأول نعم فإذا فهم الطلاب بعد مرتين فهم يكتبوا الواجبات نحن نصحح إن شاء الله
nusahihu. Fa idza wajadna huna ba'd at-tullab du'afa, misalnya ba'd at-tullab Ja'far dha'if fil watan arabiyati, fa yumkin kin qabla rujuk min al-madrasati wa ana uriduka misal ya Ja'far al-an iftahu kitabak ila safhati kadha wa kadha wa anta taqra'u amami, sama nahnu naqra'u kima ma'ahu nusaiduhu insyaallah. Okey, sama nadhhabu ila al-kitab tsani insyaallah. Nama haluna ka soal fi al-kitab al-awwal. Ana uridukum insyaallah taala ba'da al-kitab ats-tsalits aw kitab tsani ba'dukum antum takhudun summa tudaris insyaallah. Ba'da ana kutub ats-tsalits. Ana kitab ats-tsalits insyaallah. Okey, syukran, okay, syukran.